السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاث لا بد أن تستقر في ذهنك: لا نجاة من الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا سلامة من كلام الناس. يقول أحد الصالحين: إذا ضاقت في وجه الدنيا قرأت صفحات من القرآن، وما هي إلا أيام، فيفتح الله لي من حيث لا أحتسب رزقا وعلما وفهما. وعندما نتأمل بداية سورة طه عند قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، نعرف أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء. ولو تأملنا نهاية نفس السورة عند قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نعرف أن من أهم أسباب الضنك والضيق والكآبة هو البعد عن كتاب الله وذكره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. تأملوها يرحمكم الله. ما أجمل الفجر، فريضته تجعلك في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار. إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاذبية القرآن: الذين يعيشون مع القرآن تلاوة وحفظا ينفذون بخاصية رائعة، وهم كلما استمالتهم الدنيا جذبهم القرآن إليه بلطف فعادوا تائبين. كم من الهموم انفرجت بسبب ركعة، وكم من الأمراض شفيت بسبب دعوة، وكم من أمور تيسرت بسبب دمعة. بثوا شكواكم لخالقكم فإنه يجيب دعوة المضطرين، عبارة هزتني كثيرا. نحن في امتحان، وفي أي لحظة قد يتم سحب ورقتك وينتهي وقتك الذي خصصه الله لك. فضلا ركز في ورقتك واترك ورقة غيرك. نصيحة ثمينة: أثث قبرك بأجمل الأثاث: الصلاة، الصدقة، القرآن. رجاء بادر قبل أن تغادر.